بغيت نسول الدكتور، حنا ما شاء الله النساء ديالنا كيشدوا داك المعدنوس كيبداو يدبوه في المهرير يبداو يعطيوه حتى شي حاجه عشره واش صحي ولا تقطع عاوتاني تيبداو يقطعوا فيه حتى داك الماء يمشي واش صحي؟ والسؤال الثاني الجذور ديال المعدنوس هذا عندي واحد الجريده وما شاء الله ذوك الجذور دايرين بحال خيزو واش صحيين ناكلهم؟ وزرنا على الحبوب وشكرا لكم. نعم العفو زكريا، هنا مازال كنتكلموا على المعدنوس اللي قلتي انه فيه بزاف ديال المكونات. اولا شفنا الكالسيوم، الاهميه ديال هذه الماده هذه الحيويه في الذات ديالنا، على الاعضاء ديالنا، على العظام ديالنا، على صحتها كذلك. شنو مازال نقدروا نقولوا على المعدنوس ومكوناته؟ مازال في الكالسيوم. مرحبا. في الكالسيوم بما انه كاين عندنا هذا الكم هذا كما قلت فهو كيلعب دور انه يزول الحصى من الحجر. وتبت الحصى منين؟ الحصى اسمحي لي، الحصى من الحجر، الحصى من الكلاوي. لحس باش غير اشاره فقط اسمح لي. كان حاضر معنا الدكتور يوسف ايد محمد اللي هو اخصائي في امراض الجهاز البولي والتناسلي عند الرجل. هو كاينين بعض الحصوات اللي كيكونوا في الكلاوي اللي كتقدر تفتت بالمواد اللي كتكون شويه سخونه، يعني باش الناس ما يسحبوش راه غير هذه الماده، راه كاين بزاف وكاينين مواد اخرى كاين حيث اللي هي من الكالسيوم او لا اونفا من مواد اخرى اللي ما كتفتت غير علاجيا. فهنايا هذه نقطه، نمشيو للنقطه دابا ديالك. مرحبا. هو الجسم عنده واحد القدره، واحد الامكانيه عجيبه جدا. نعم. باش انه يتخلص من جميع النفايات اللي كاين عنده. نعم. وكاين عندنا جوج الانواع ديال النفايات، كاين النفايات الكالسيه اللي كتكون على شكل حصى، وكاين النفايات المخاطيه. نعم. بحال الانسان فاش كيكون عنده الصدر ديالو عامر وداك الشيء، هذا هادو ما جوج الانواع ديال النفايات. هاد جوج الانواع الجسم قادر على اساس انه يتخلص منهم. نعم. ولكن لكل حاله واحد المجموعه ديال الشروط. فمثلا نجيو للحصى، الحجر اللي يكون في المراره ولا يكون في الكلاوي ولا يكون في ما بين الغضاريف ولا ولا ولا، هذوك هاد الحصى كيتخلص منهم الجسم بواحد الشكل، واحد المهنيه، واحد الخبره لا تتصور. نعم. ولكن تيقول لك ودي انا عندي مثلا في الحصى كيقول لك عندي 11 الشرط، ما بين هاد الشروط خص لا فيتامين دي، وخص يكون عندي الكالسيوم، وخص عندي واحد ثلاثة ديال الهرمونات، وخصني عندي واحد أربعة ديال الأنزيمات، وخص يعني هادو باش ندخلوا فيهم يعني كيطلب وقت. ولكن شنو ثبت؟ ثبت بأن المعدنوس هذا كيحاول يحفز هاد العوامل 11 باش يخلي الجسم يدير خدمته ويفرتد ذاك الحجر ويخرجهم يمشيوا بحالهم. بمعنى انه هذه تثبتت دراستان علميان او لتجربه يعني؟ هناك اولا الناس حتى شافوها تجربه. نعم. وبحال ما تيقوش عاد خرج سميتو المجال الميداني. المجال المخباري، ولما مشات المخبر بطبيعه الحال قالوا لك اودي بور افوار، يعني باش يمكن هذا الامر يكون بهذا الشكل هذا ويكون التفتت ديال هذا الحصى بهذا الشكل هذا، خصنا واحد 11 عامل. هذاك ال 11 العامل سبحان الله لما كيكون الانسان صايم. نعم. وشرب عاوتاني هاد المعدنوس، يعني كاين هناك الناس اللي كيتكلموا كيقول لك اودي نسخنوا او نشرب المغلى ديال المعدنوس. انا كنفضل لا سونتريفيوجوز، الماء ديال العصير ديال المعدنوس. هذاك العصير كيطلب مني واحد سبعه ولا تسعود ديال القبيطات اللي كندوزهم في ديك لا سونتريفيوجوز، كتخرج لي الله ليكيفالون ديال الكويس صغير. هذاك الكويس الا شربته بهذه الطريقه هذه كن على اليقين انه واحد المجموعه ديال اولا كيتغدى الجسم. نعم. لان عرفتي ذاك الخضور اللي كتهزو من سمتو من المعدنوس، ذاك الكلوروفيل اللي كتهزو من المعدنوس والفوائد ديالو التي لا تعد ولا تحصى، هذه كلها كتحفز الجسم على انه يخدم. هذوك لي فيتامين اللي تكلمنا عليهم كتحفز الجسم يخدم، و و و واضافه الى الكالسيوم. فالكالسيوم هو بحال قلتي الشيف دوركستر في المجال ديال يعني التفتيت ذاك الحصى اللي كيكون في الجسم ديال الانسان. ماشي الكالسيوم بوحده، وانما قلنا واحد الفريق اللي خصو يكون متجانس معاه باش يمكن الجسم انه يدير خدمته. حنا في كل ماده غذائيه كنحاولوا نشوفوا الايجابيات ديالها على الذات ديالنا، وكنشوفوا واش كاينين سلبيات. كاينين سلبيات. نعم. كاينين سلبيات. باش ما يسمعوش بان هذا الشيء زين زين زين. باش ما تخدش هكاك. نعم. جينا بني تكلمنا على المغلى ديال المعدنوس او العصير ديال المعدنوس. هنا ملي كنشوفوا انا عصير المعدنوس، حنا ديما في العادي ديالنا في الحياه اليوميه كنقولوا احنا المعدنوس
ولا شي حاجه من هذا القبيل فهي كتدوخ الا خديتيها بشكل كبير. انا ما عرفتش واش المعدنوس يدوخ ولا القزبور الكرافس هذيك بوحده. دونك واش المعدنوس الا تخاد بكميات اللي هي كبيره ولا تخاد بشكل اللي هو يومي واش ما تاثرش لينا على الذات ديالنا؟ واش فيه شي ماده اللي فعلا انا كتخليك انك مرخي فاشل او لا فيه ماده اللي فريمون كتخليك انك حيوي؟ هنا بغي نعرف انا واش كاين فيه شي اضرار ولا لا. لا هي الاضرار غنجيو ليها. نعم. باش ماشي احنا دابا كنجيبوا الجانب الايجابي ولكن كنبداو بالزوين. نبداو بالزوين باش في الاخر حتى الا بغى ياخذوا الانسان ياخذوا ولكن بحذر. نعم. وباعتدال. وخاصه واحد المجموعه ديال الناس منهم المراه الحامل. اييه. ومنهم كذلك المراه المرضع. وكاين حتى دوك الناس اللي مثلا عندهم يعني تنفس شويه على قد الحال. في الايام الاولى راه قلتي كتجيهم دوخه. فعلا احنا غادي نشرحوا علاش ديك الدوخه كتجي. واحد المجموعه ديال الامور اللي كتبين بانه هذاك المعدنوس يجب ان يؤخذ بتاني وبطرق يعني اللي خص الانسان يكون معاه حاكم. كنتكلموا اليوم على مثل البقدونس او المعدنوس اللي شفنا عنده مجموعه من الفوائد. تكلمنا على المعدنوس وتكلمنا على انه فيه ماده الكالسيوم اللي كلنا كنعرفوا الفوائد ديالها وكنعرفوا ان الجسم اذا كان كيحتوي على هذه الماده الحيويه كيوقي نفسهم كثير بعد من الامراض. يعني كل حاجه في الذات تعملت بمقدار وبمقياس وتعملت لاشياء معينه. اشنو مازال نتكلموا عليه في المعدنوس؟ دائما في الكالسيوم. في الكالسيوم لو كالسيوم فاش كيكون عندي بكميه بيولوجيه بكميه كثيره وبيولوجيه فهو الا كان مع الفيتامين دي. وحنا كنقولوا بان الفيتامين دي حنا خاصه في هذا البلد المشمس. نعم. بما اننا مع الشمس وهذه الايام ديال البحر فهذه رساله الى كل المستمعين الكرام من هذه القناه العجيبه ديال شاده اف ام. كل ما مشيتي حفيا فوق التراب كل ما خليتي لي زو في بي ديال الشمس انها تحول لك الكوليسترول الداخلي الى فيتامين دي. نعم. ولما كتحول الفيتامين دي كتمشي الكبد وكتحولو الى ال 25 فيتامين دي. نعم. ولما كتمشي الكلاوي كتحلولو ال 25 فيتامين دي اكتيف. ولما كيكون عندي الفيتامين دي اكتيف زائد الكالسيوم عرفتي شنو كيوقع؟ وخاصة ديك الايام القبلية العادة الشهرية ديال المرأة كتخلي العمل ديال البروجستيرون والاستروجين كيخدموا بواحد النظام اللي كيخلي داك الالام اللي كتعيشه المراه في الايام ديال الحيضه كتخف بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا عجيب وعجيب جدا. غير هو حنا كثير من الحلقه شفنا واحد المساله باش الناس ما ياخذوا بها الاعتبار. انت ديما تقولنا خاصنا نمشيو على نمشيو حفيانين باش حتى الذات ديالنا والتصالح مع الذات وحتى ربما نكونوا ايجابيين في الحياه ديالنا. لكن ما نساوش حتى كثير من المختصين في الامراض الجلديه حضرونا من الاشعه ديال الشمس واحد الاوقات معينه اللي هي من ال 11 حتى ل 4 لان الشمس كتكون فريمون مجهده الانسان يوقي نفسه. وفي الحاجه اللي قلتي ديال اننا نتمشاو مورا العصر كيكون الجو زوين ويقدر الانسان يتمشى وياخذ وكتكون باقا الشميسه اللي ربما ما غدرش الانسان. فنحاولوا دائما ناخذوا الامور في الاعتدال وناخذوا النصائح ديال الاخصائيين اللي كيكونوا حاضرين معنا اكيد ومنهم انت محمد احسين اللي كتعطي بزاف ديال الامور خاصنا ناخذوها غير كل حاجه في النطاق ديالها. صح. غير بغيت نسول بعد الدكتور ميرا كنت تهضروا على المعدنوس. اييه. انا كنت بعدا البارح درتو هكاك خضر. اها. وطبخته ودرته في القرعة ودرته في الثلاجة وبقيت من الصباح الصباح نشرب كاس. واش هذا مزيان ولا ماشي مزيان؟ دابا انت طبختيه وخديتي صفيتيه والماء ديالو خليتيه في الثلاجة برد وبديتي كتشربيه ياك؟ مع الصباح الخوان الريق. نعم. ولكن علاش كتشربيه؟ راني نشرب. علاش؟ الراجل قال لي راه قالوا لي مزيان الكلاوي وداك الشيء ديري حنا نشربوه. نعم 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 واضح. هذا هو سؤالك فقط؟ واش مزيان زعما لاطاسيون ولا ماشي؟ انا بعدا فيا لاطاسيون طالة. اها. وفي فيتامين تي عندي ناقصة. ايوا زعما مزيانين لهذا الشيء. واش نشري حبوب وندقو واش نشربو هكاك مع الماء ولا خضار حسن ولا زعما شي نصيحة مع الدكتور هذا الشيء كاين؟ مازالين في الكالسيوم في المعدنوس؟ داكور. بالنسبة للتعرض ديال الناس للشمس حنا دائما كنقولوا بأن الوقيتة المهمة والفضلة في هذا الأمر هذا هو الضحى. نعم. يعني قبل في الصباح بمجرد ما كتخرج ديك الشميشة كاين واحد الكم ديال الـ UVB الممتاز. نعم. اللي كيدخل وكيحول ليا الكوليسترول
من كوليسترول الى فيتامين دي. جميل. فهذه اما هذيك ديال 12 حتى للجوج، 12 للجوج اخطر وقيته اللي ممكن انه خاصه اللي عندهم العامل الوراثي على قد الحال، وهذيك ممكن تكون كتسبب في سرطان ديال الجلد. فلهذا هذه حتى في الانواع ديال الميكروبات اللي كنا جربنا فيهم ولينا كنشوفوا التعامل ديال هاد الشمس مع الميكروبات اللي كاينه في واحد العينه ديال الماء، وكيفاش هادوك لي زو في ا ولي زو في بي ممكن انهم. فسبحان الله جميل انكم كلكم كتفقوا كاخصائيين وكاطباء ديما كيقولنا يا اما بغيتو تمشيو تبحروا يا اما في الساعات الاولى الصباح يا اما مورا هذا. دونك ما قلتوها حتى فيها بزاف ديال الفوائد. بحال عندك سميتو عندك التجارب الميدانيه لما كتشوفها قدام عينك النتائج اوتوماتيكمون كتقول اذا في هاد الوقيته وهاد الوقيته ممكن، هاد الوقيته لهاد الوقيته لا يمكن. وما وهاد المعلومات اللي كتحصل عليها هي اللي كتجي كتحاول تبارطاجيها بلا نوسيون. دابا اللي ولا كلشي كيعرف بارطاجي، حتى الوالده قالت لي ولدي راك هادشي خصنا نبارطاجيوه. سلام بعد الحاجه. بمعنى انه الحمد لله كان واحد المجموعه ديال لي تيرم ولاو معروفين، كلشي كيتداولهم حتى الكبير والصغير وداكشي، فكنحاولوا نستعملوا جميع الكلمات اللي كيعرفها الصغير والكبير، المراه الكبيره والمراه الصغيره والصغيره والولد الكبير والولد الصغير، باش يكون الحوار ديالنا مفهوم وكل شيء يعني من نحاول نبسطوا المعلومه. فلما كتدخل قدام المتخصصين كتطلع شويه ديال المستوى، ولما كتجي كتلقى جدك كتصنت لك والاولاد الوالده ديالك كتصنت لك والناس العاديين كيتصنتوا لك، فلا بد ما تهبط معهم كتنزل عندهم كل واحد المستوى الادراكي ديالو باش كتحاول ان المعلومه توصل لهم بديك الطريقه السلسه والطريقه السهله. نعم وهذا هو الغايه ديال الشهاده اكيد باذن الله. وقلنا بان ما بين الامور المهمه والمهمه جدا اللي كاينه في الكالسيوم، وهو انه لما كتشرب العصير ديال المعدنوس بمجرد ما كتشربه كيسرع الدوره الدمويه. نعم ما كيخليش الصفائح الدمويه تلاصق، ما تيخليش الصفائح الدمويه تكسر، وكتعطي واحد لافليكسيبيليتي سميتو الاوعيه والشرايين. فلما كتوليك فليكسيبل اشنو كيوقع؟ نعم. ما كتولي ليا فليكسيبل اشنو كيوقع؟ لو كالسيوم ما كيخليش واحد النوع ديال المواد ترسب على الجدار ديال الشرايين، اشنو هو؟ وهما لي بروتيين غليكي. غالبا فاش كيكون السكر كياكل الانسان بزاف السكريات ويكون معاهم بروتينات، كيكون هناك تفاعلات اللي كتعطيني ما يسمى بالبروتين غليكي، وإلا كان الوسط حامضي هذوك لي بروتيين غليكي كيترسبوا على الجدار ديال الشرايين وكيردوا الجدار الشرايين قاصحين، وبالتالي الانسان يقدر يتعرض لضغط الدم ويتعرض للمشاكل ديال القلب والشرايين وما الى غير ذلك. فلما كتكون عندك هذا اليخضور اللي كتسمى الكلوروفيل ديال المعدنوس وكيكون معاه لو كالسيوم، اليخضور كيسرع الدوره الدمويه وكيعطي اون فليكسيبيليتي للجدار ديال الشرايين والاورده، والكالسيوم تيحيد نعم هذاك داك لو ديبو اللي كان عندك في الشرايين. نعم. وبالتالي السيده اللي تكلمات لنا على ضغط الدم هي اوتوماتيكمون كاتبين لنا بان هذا كيلعب دور في انه يقلل ليا من المشكل ديال ضغط الدم. مازال غنشوفوا واش كاين عنده اضرار على هذا المستوى هذا، وسيرتو الناس اللي كيرتفع لهم ضغط الدم او لا، لان كاين بزاف الناس اللي كياخذوا علاجات اللي لا بوصفه طبيه لا باستشاره لا بتا شي حاجه وكياخذوها بكميات اللي هي متفاوته. حنا دائما كنتكلموا على لي دوز، الكميه كتلعب بواحد الدور كبير باش انه تعطي فعاليته او لا او لا كتعطي اضرار. الله يكرمك لاله الله يخطيك. شكرا. بالنسبه للمعدنوس لاله شنو الدور ديالو في الخصوبه الماء؟ نعم سؤال جد مهم بحال كامل كل الاسئله يعني كله كيسول على شي حاجه كتصحي لنا المواضيع وكتخلينا فعلا نطرقوا الامور اكثر. نعم لاله الله يكرمك حبيبه. وبالنسبه انا كنبغي ناخذ لان عارفه هذه الفوائد كلها عطاها، غير المشكل اللي عندي هو انه سمعت على انه كينزل في الوزن، انا ما باغيش ننزل في الوزن لان اصلا انا ضعيفه. نعم واضح يعني ما ننزلش من الوزن. واضح مشكوره بزاف لاله مليكه. شكرا لاله صباحك مبروك. ومازال المعدنوس وغنخلي واحد القدر اللي هو مهم باش اننا نجاوبوا على الاسئله ديالهم كاملين. ممتاز. نعم وقلنا بانه كيلعب دور ديال انه كيحاول
ديك متلازمه الايض متلازمه الحيض تكون ممتازه وما تجيش ديك تجيش بديك الالام وداك المشاكل اللي كتعرض لها المراه خاصه واحد النوع ديال النساء اللي مساكن لما كيوصلوا لهاد المحطه هذه كيعيشوا واحد العذاب واحد الالم لا يتصور. هذا كاين راجع الى ان واحد المجموعه ديال اللخبطات اللي كاينه في الجسم ديالهم بينها اللخبطه ديال العمل ديال الهرمونات. فسبحان الله لا فيتامين دي زائد الكالسيوم كيلعبوا دور ديال انهم كيقادوا هاد خاصه هاد جوج ديال الهرمونات اللي هي البروجستيرون والاستروجين وكتخلي ديك العاده الشهريه تدوز عند المراه بي 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 بسلام. ثم قلنا كذلك كتلعب دور ديال انها بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال ضغط الدم. نعم. كنا تكلمنا عليها قبل قليل على اساس ان الخضور اللي كاين كيسرع عليا الدوره الدمويه وكيعطيني واحد الليونه للجدار ديال الجدار ديال الاوعيه والشرايين. وبالتالي لو كالسيوم كيحيد لي داك لو ديبو ديال لي بروتين غليكي وكتخلي الامكانيه ديال ان داك الضغط اللي كان كيوقع ممكن انه كيتخفف والانسان كيعيش واحد الاريحيه في المجال ديال ضغط الدم ديالو. نعم، هذا الانسان اللي كيكون عنده ضغط الدم اللي كيرتفع ليه بشكل اللي هو كبير او للانسان اللي كيكون عنده ضغط الدم العادي يعني؟ لا حتى اللي مرتفع ليه. نعم.